أخبار المهرية باختصار. نجاة قائد القوات الخاصة بأبيان العميد محمد العبان من كمين مسلح أثناء عودته من شبوة. المسلحون أطلقوا النار على موكب العبان وأسفر الهجوم عن إصابة جنديين. سفارة واشنطن لدى اليمن تعلن احتجاز الحوثيين أحد موظفيها بالعاصمة صنعاء، ويواصل الحوثيون منذ أشهر اعتقال نحو 10 موظفين سابقين في السفارة دون الكشف عن مصيرهم. إحصائية أممية ترصد نزوح أكثر من 23 ألف يمني منذ بداية العام الجاري. الأمم المتحدة أشارت إلى أن الأرقام الجديدة تضاف إلى أكثر من 4 ملايين نازح منذ العام 2015. الاتحاد البولندي لكرة القدم يرفض خوض مباراة منتخبه أمام نظيره الروسي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. الاتحاد قال إنه اتخذ الخطوة رداً على التصعيد الروسي في أوكرانيا. الكويت تسجل رقماً قياسياً في موسوعة جينيس برفع أكبر عالم للبلاد على قمة جبلية بالوطن العربي، وتصل مساحة العلم لنحو 3000 متر مربع، ونصب فوق قمة جبل شمس بسلطنة عمان. إلى اللقاء باختصار آخر.